الراجل والست ايد واحدة، كل واحد ليه دور وليه رسالة، مفيش واحد فيهم دوره اهم من التاني. واحنا في برنامجنا ضد الرجالة، عفوا اشباه الرجال، بنعرض معاناة الست مع اشباه الرجال. تابعوني في المنصات اللي هتظهر عندكم على الشاشة دلوقتي. معانا النهاردة في الحلقة مشكلة، هي مشكلة كبيرة قوي، مشكلة ستات كتير قوي، وانا بالنسبة لي مشكلة مأساوية. انا وانا بسمع الفويس بتاع الست انا نفسي بكيت من الظلم اللي واقع عليها. الست بتقول انا كنت عايشة انا وجوزي في المانيا، اتطلقت لاني اكتشفت ان الراجل ده سايكوباتي ومش طبيعي، دايما كان بيقنعني اني لو اتكلمت او حكيت لاهلي او حكيت لحد كان ان هو هيضربني، كان دايما بيضربني ودايما بيقنعني ان انا الغلطانة عشان يخليني اقتنع ان انا الغلطانة. فما كانش هو بيصالحني مصالحة عادية، لا كان بيخليني انا لما اقتنع بغلطي انا اللي صالح، ويبقى هو كده اسمه هو اللي صالحني. كنت بعمل اي حاجة، كان بيعمل اي حاجة عشان يحسسني بالذنب، بحكم اني ما عنديش خبرة ولاني اتربيت زي اي بنت اصول على الادب والاحترام، ما كانش عندي الوعي الكافي. لحد ما مواضيع الضرب والاهانة كترت قوي فقررت ان انا اتطلق، وطلبت منه الطلاق، وطلبت منه ان انا اخد ولادي وانزل مصر. وهنا كان دايما، هي بقى بتحكي، كان دايما في العلاقة بيننا كان بيمنعني من المصروف، كان بيحبسني في البيت ويقفل عليا، كان بياخد مفتاح العربية عشان ما اقدرش ان انا اتحرك بالولاد. ولا عمري لجأت لأي قانون ألماني، ولا عمري فكرت ان انا اقضي، وكمان ما كنتش اقدر ازي على اساس ان جوزي وابو ولادي ولاد اصول، وكان بيصعب عليا قوي ولادي اللي بيشوفوني دايما وانا بتهان وانا بتضرب، وكان دايما بيقنع الناس ان انا السبب وان انا اللي بعمل تصرفات كتير غلط وان انا اللي بعلي صوتي، في حين ان هو اللي كان بيعمل ده. عنده قدرة على الاقناع غير طبيعية، ضربني وهددني وخطف ولادي. لما المحكمة والقانون في ألمانيا وقفوا معايا قال لي انزلي مصر عشان اقدر احكمك على ارض مصرية. يعني عنده قضية خطف في ألمانيا اللي هي قضية خطف الأولاد، عشان كده كان مصمم يدي، لأنه كان مصمم يدي ولاده الجنسية الألمانية بالعافية. هي بتقول بالمناسبة عنده جواز مصري وجواز ألماني، لما كان بيجي يسافر كان بياخدهم معاه عشان لما اجي أعمل تحريات معرفش أوصل لأي حاجة تخصه. ولادي اخدتهم بعد سنتين، والقانون المصري بيقول مفيش اب بيخطف ولاده. اسهل حل رفعت عليه قضية خلع، فرفعت عليه قضية خلع في مصر، ولانه كان رافض يطلقني، رافض يديني ولادي، ولا بكلمهم ولا بعرف عنهم اي شيء لمدة سنتين ولا اي حاجة عنهم خالص. كان معايا الحضانة والولاية التعليمية ومش عارفة اخد ولادي، ودفعت للمحامين كتير قوي عشان يجيبوا لي حقي. اللي حصل كالتالي، بصوا بقى الفجور، تواطأ مع المحامي، طلقها تواطأ مع المحامي، وطبعا باعني وباع الورق اللي انا عرفت اوصل بيه لدخله ومعلومات عنه، واهله هو اتعرضوا لها بالضرب لما بعد ما عملت كل الاجراءات القانونيه وهي كانت في مصر. الحاجه الوحيده اللي نفعتها ان عملت محضر في الاسم بالحضانه بتاعه الاولاد، وبعد التحريات والورق والمحاميين ما عرفتش طبعا تثبت دخله، وان الولاد طبعا بيتشوهوا وان هم بيتاذوا نفسيا وان هم نفسيتهم مهددة دايما، فهي مش عارفة تعمل ايه. هي كل ده بتحكي وهي بتبكي. طبعا في مرة اخدهم مني وداهم حقوق الطفل، قلت الحمد لله هقدر ان انا اخد ولادي وهيساعدوني. رحت قلت لهم انا معايا الحضانة وعايزة اوصل لولادي واكلمهم، بس للأسف المدير اللي كان ماسك ساعتها المؤسسة اتواطئ معاه، بتقول حتى حقوق الطفل اتعاونوا معاه، مقدمة عليه حكم خطف وحكم قضية ضرب. لجأت لحقوق الطفل وحقوق المرأة والمحكمة ومش عارفة اخد حقي. انا اجيب منين مصاريف المحامين لما هم ابوهم كان مدخلهم مدرسة الماني تكاليفها عالية جدا، وانا اجيب منين التكاليف دي؟ انا كأم مطلقة لازم اشتغل واربي ولادي واراعي مسؤوليتهم ونفسيتهم، واجيب شقة وادفع تمنها، وكمان اذاكر واطبخ وانظف، وكمان احافظ على نفسية الطفل.
عشان اعيش الحياة دي انا اجيب منين؟ هي بتقولي عشان اعيش الحياة دي اجيب منين؟ ولما ترفعي قضية يتقلك انك ست وحشة، ايه الحل؟ الواحدة تموت ولا تنتحر عشان تخلص من اللي هي فيه، لانها مش قادرة تربي ولادها ولا قادرة تعيشهم في محيط نفسي سليم. النهاردة بيلعبني وبيساومني عشان اتنازل عن حضانة الاطفال، ولان هو دكتور مخ واعصاب كان بيهددها ان هو يعمل ورقة يقول فيه ان هي غير سوية نفسيا، وفعلا بالفعل عمل الورقة دي، وهي خدت الورقة دي والورقة دي مزورة وخدتها وقدمتها في المحكمة هنا في مصر. وبتقولي مفيش اي وسيلة من الالعاب سابها الا وعملها، ما شاء الله عليه، يعني اخلاق بصراحة. انا عايز اعرف احمي ولادي منه ازاي؟ ولادي متدمرين، ابني الكبير متدمر من باباه لان باباه شخص مريض بيضغط على ابنه. حق ايه؟ هي بتقول حق ايه اللي يدي الحق للاب في الرؤية انه يخوف ابنه ويهدده ان هو هيديله بالقلم وهيضربه، وان هو دايما معيشه تحت رعب وخوف. ارجوكي هي بتقول لي انا ارجوكي الولاد بتضيع. ايه المادة اللي في قانون الرؤية بتقول ان الاب لا يصلح لرؤية ابنائه لانه غير سوي نفسيا، وان هم تعبوا ونفسيتهم بدأت تتدمر؟ وبيقول وهنا كمان بيقول لابنه، انا مصدومة من دي قوي يا جماعة، بيقول لابنه انا بحب ابن مراتي وبدلعه وبجيب له كل اللي نفسه فيه، في حين الصعيد التاني في الرؤية انت بتشتم ابنك وبتضربه وبتخوفه وبترعبه وبتهينه، انت ازاي اب؟ ارجوكي شوفي لي حل، الولد ابني بيضيع نفسيته، وانا كنت هعمل ايه وانا مجبرة انفذ الرؤية رغم رفض الولد ان هم يشوفوا ابوه؟ كمان بيدعي في المحكمة ان انا ما بنفذ حكم الرؤية، زهقت من الظلم، انا عايزة هج، لكن هعمل كده ازاي وهو عامل منع سفر للاولاد؟ في كل ده الدكتور بيعمل كل ده عشان عليه قضية خطف في المانيا وقضية ضرب، بيحاول ينتقم مني ويدمرني اللي هو انا ام ولاده بكل الطرق الممكنة، وكمان بيدمر ولادي وبيدمر مستقبلهم ونفسيتهم. وبعد كل السنين دي رفعت قضية نفقة من سنتين، اتحكم لي بمبلغ 126,000 جنيه عن كل السنين اللي فاتت دي، اللي هو 1,000 جنيه مسكن و3,000 جنيه اكل وشرب. هما دول يكفوا ايه دلوقتي ولا يعملوا ايه في الوقت اللي احنا فيه ده؟ وده يعيش مين اصلا؟ يعيش اطفال ازاي كانوا عايشين؟ كان باباهم حاططهم في مستوى تعليمي عالي وكانوا عايشين في فيلا. ولما تثبتي ده في المحكمة يتحكم لك بمبالغ صغيرة قوي ما تعيش حد. هي الام هتعمل ايه وتجيب منين عشان تدخلهم مدرسة وتربيهم؟ ولما بتصرف في فلوس وارفع قضايا بيجي الاب يقول انا مش بشتغل ومرتبي بس 2,500 جنيه وما معيش فلوس، في حين ان هو متجوز وجايب فيلا وجايب عربية وعايش في مستوى اجتماعي عالي جدا، ازاي يبقى مرتبه 2,500 جنيه؟ حلال ده حلال يكون في جوازة، لكن حرام يدي ولاده. انا عايزة حل، انا وامهات زي كتير، الواحدة تعمل ايه؟ ترمي عيالها؟ لا طبعا حرام. شوفي المهزلة اللي بتحصل في وقت الرؤية بين الاب وبين الولاد وبين تشتت الاولاد على الترابيزات، ويمنع ولاده ان هم يروحوا ناحيتي ويخوفهم لو راحوا ناحيتي. دخله كويس جدا بالمانيا ومصر وبيشتغل في كذا مستشفى بالقاهرة ومنهم السعودي الالماني، وغير العمليات طبعا. اولادي بيروحوا الرؤية وهم زعلانين ويرجعوا مكسورين، ويرجع الولد بيترعش من كتر الخوف اللي ابوه بيحطه عليه. طبعا انا حاجة توجع القلب وتحزن، ومثال سيء للاب وللزوج وللراجل، وعفوا ان انا بقول عليك راجل لان انت لا تمد للرجولة باي صلة. معانا دلوقتي استاذ عمر عبد العزيز المحامي بالنقد، معايا استاذ عمر؟ استاذ عمر اهلا بيك يا سيدي، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ عمر. حضرتك سمعت القصة اللي سردناها دلوقتي؟
ايوه سمعتها طبعا كلها. تمام. اول حاجة انا عايزة اسألك، ازاي لما بتيجي تعمل عنه تحريات ما بتقدرش توصل لدخله، او ما بتقدرش توصل لاي معلومات عنه طالما هو واخد الجوازين بتوعه ومسافر بيهم؟ هي بس الاول مبدئيا هو مقيم في مصر وشغله في مصر ولا شغله في الخارج؟ ومقيم في شغله الخارج بين الشغل هنا وبين الخارجي بيفرق. المانيا. انا اقدر اثبت الدخل اللي موجود في مصر، انما الدخل اللي موجود في الخارج بيبقى صعب اثباته شويه، الا تمام. لو عارفه، الا لو هي عارفه كل التفاصيل عن الاماكن اللي هو بيشتغل فيها. تمام. كل حاجه ممكن حضرتك تيجي، بس هي بتبقى محتاجه معلومات. مفيش مشكلة. طيب. المحامي برضو مش ساحر، فانا لازم الموكل يمدني بالمعلومات عشان اقدر اوصل لحقيقه الدخل بتاعت الشخص ده. في الاخر لو مفيش جهه عمل بيحكمنا ان احنا نعمل تحري عن طريق الاسم. ساعات كتير جدا تحري الاسم بيكون ظالم، لان اللي بيعمل صح. التحري في الاسم ده امين شرطه او الشيخ او يسمى شيخ الحاره، والموضوع قد يخضع لبعض الهوى النفسي، او قد يخضع لبعض العلاقات في المكان، او أكيد. التدخلات او حاجات بتتدخل. وخاصة لو أنا ماليش حاجة تثبت دخل محدد، لو في مستشفى باسمي يبقى ساعتها أنا صاحب مستشفى. لو تقصد أنا ساعتها شغال في بيبقى فيه المستشفى دي تلاعب يعني. لو أنا شغال في المستشفى ديت بيبقى ليا عقد عمل أو ليا دخل أنا بشتغل بيه أقدر من الاتش ار أو من الشؤون العاملين بتاعت أي مكان. بنجيب جواب من المحكمة لإثبات الدخل من جهة العمل، لأيما تكون جهة العمل الشؤون العاملين في أي مكان، طب يا سواء استاذ شركة عمر، خاصة. دلوقتي بعد ما هي جابت كل المعلومات اللي حضرتك بتقول عليها ومدت المحامي ووثقت فيه ودفعت له كل حاجه، جه الاخ طليقها اللي هو شبه راجل اساسا، يعني اشترى المحامي والورق كله اختفى وما حصلش اي حاجه، وطبعا المحامي باعها وكالتالي اتمرمطت تاني في المحاكم على ما رفعت قضيه نفقه وعملت كل الحاجات دي، وطبعا وقتها ما كانش معاها كل الورق اللي يقدر يثبت لانه كان مع المحامي الاولاني. تمام، هي خدت احكام نفقه. اللي حطت الورق طبعا والكلام ده هو مش موثق، وهي لو عامله محاضر بالكلام ده او هي معاها اثباتات على الكلام ده الوضع طبعا يختلف. يعني هل هو فعلا كان في مستندات، والمستندات دي مثلا ان انا مسلمها لمحامي وبعد كده المستندات دي اختفت ازاي؟ لا طبعا دي تبقى اكيد مسؤوليه عند المحامي، واي مستند المحامي بيستلم المفروض من موكله ان احنا بنمضي على استلام المستند ده. فانا برضو مش عارف يعني هي طبيعه عايشة العلاقه بقالها بتاعت فترة طويلة قوي في ألمانيا، فطبعا غير ملمة، وبالنسبة لها أول تجربة في المرمطة والشقة والبهدلة يعني برضو والمحاكم. وارد ان يحصل حاجه زي كده، طبعا ووارد ساعات في بعض الناس في الخلافات بتحس بكده، حتى لو الموضوع ده مش حقيقي، لان الاطراف بتبقى متوتره من الناحيتين، وخاصه لو هي فعلا جوزها بيمارس عليها ضغوط زي ما هي بتقول. هو اوريدي عامل ورقة، لان هو طبعا دكتور مخ واعصاب، فعامل ورقة ان هي عندها مشكلة في مخها وكده عشان يستند عليها طبعا في المحكمة وياخد هي منها حضانة برضو الاولاد. الحاجه دي المحكمه برضو بتحول، في عندنا جهه طبيه اسمها الطب الشرعي، ولما بقى في اي خلاف ما بين شخصين بنلجا في الاخر ان احنا بنطلب تحويل الشخص ده على الطب الشرعي عشان يقول فعلا اذا كان هو اللي بيدعي الشخص التاني، وساعتها تقدر ترفع عليه دعوه طبعا ان هي سب وقذف وتشهير، وتقدر تطالبه بتعويضات كبيره لو هي قدرت تثبت. يعني انا قصدي ان ساعات ممكن الشخص يستخدم المستند ده تقلب ضده. انا فاهمه حضرتك. طب سؤال تاني معلش يا استاذ عمر، اتفضلي. دلوقتي هي بتقول ان هي في المانيا لما هو خطف الاولاد، لا عملوا له قضيه خطف وقضيه ضرب لانه ضربها وكان باين عليها اثار الضرب. تمام. هي تمام. بتقول في مصر لما جت ترفع نفس القضيه وتعمل ده عشان تهاجمه، كان الرد ان مفيش اب بيخطف ولاده في القانون المصري، مفيش حاجه اسمها كده، وهي كانت خايفه على ولادها ان اي وقت ممكن ياخد الولاد ويسافر. حقيقي 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 دي مشكلة فعلا بتواجه معظم الزوجات، أو بتواجه معظم الأمهات، إن فعلا لما الأب بيخطف الولد أو بياخده، ساعات بتحصل في حالات كمان سن بيبقى الطفل ده ساعات رضيع كمان، وحصلت حاجات زي كده كتير. تمام. ونروح فعلا للاسم، يلجأ للاسم يقول لك مفيش أب بيخطف ابنه ده ابنه، طب ويعني انت حضرتك شايف ان كمحامي ان ده حاجة عادلة فبنلجأ طبعا؟ بنلجأ للنيابة بنلجأ للنيابة في وسيلة تانية منظمة وعارضة للقانون، إن إحنا بنلجأ للنيابة بطلب حاجة اسمها طلب تسليم صغير، والنيابة بتعمل زي تحريات بسيطة كده، والإجراء ده بيتم بسرعة، وبناخد من النيابة طلب تسليم صغير، بس المهم إن هيتنفذ عليه فين؟
تقصد هنا ولا في يعني ألمانيا؟ انا صدر لي قرار بتسليم صادر من النيابه، والقرار ده بيصدر بسرعه مثلا في تمام، ما خلال هو اربع أصلا بينزل مصر خمس يعني، ايام وارد جدا يعني، وأول ما يوصل فالقرار مصر ده، يتقبض عليه. القرار ده انا محتاج انفذه. صح، فانا هنفذه ازاي؟ القاضي النيابه خلاص اصدرت قرار بتسليم الصغير لامه تمام. او بتسليم الصغار لامهم، وانتهى دور النيابه عند الدور دوت. بعد كده في اداره اسمها اداره التنفيذ بتتبع النيابه. طب اداره التنفيذ، المحضر بتاع التنفيذ اللي هينتقل على انه مكان عشان ينفذ على الصغير؟ ما هو ساعات بتبقى في العيب من الازواج ان انا اخلي الطفل في مكان غير معلوم، او فعلا لو انا اخدته فعلا خارج مصر، او لو انا اخدته من مكان، طب هو مش موجود، هو جاي ينفذ على الطفل. طب انا عندي سؤال يا استاذ عمر، هل هو اتفضل يا بعد ما فندم. هي معاها الحضانة والولاية التعليمية ممكن يروح يخطف الاطفال بدون علمها؟ هي بقى عشان تحمي ده او تخوفه ان هو يعمل ده، تقدر قبلها تعمل سبق ان هو بيهددها بكذا وكذا وكذا وكذا، عشان بعد كده يعملوا له محضر مثلا عدم تعرض او حاجة زي كده، عشان تحمي الطفل ان هو يتخطف اصلا؟ تمام، كلام حضرتك مظبوط. هي لو عندها اي وسائل تهديد والحاجات اللي هي بتقول عليها ان لا، بس طبعا الحاجات دي برضه تكون موثقه عن طريق الواتساب مثلا، او عن طريق مثلا حاجه مسجله، ممكن الحاجات دي تتعرض على رئيس النيابه، او تتعرض على يعني في نيابه الاسره وفي وبناء نيابه عليه تعمل الطفل، له محضر. وممكن يتوثق الموضوع ده ويتعمل بيه محضر عدم تعرض ليه، وهو فعلا يجي ويمضي بعدم التعرض ويتم الاتصال بيه ويقر بعدم التعرض ليها ولاطفالها. وساعتها لو تم خطف الأولاد في أي وقت بيتم القبض عليه، مظبوط كده؟ ساعتها بقى يتم القبض عليه، ويبقى كده فعلا هو متهم، لانه طيب خلاص هو صدر قرار فعلا ان هي الاطفال معاها، ومعاها الولايه التعليميه، ومعاها القرار بتاع تسليم الصغار، تمام وهو ماضي على تعهد بعدم التعرض ليها ولاطفالها. هي تمام القصه يا استاذه دينا، بس انا برضو عايز اكلم حضرتك في حاجه. قول. القصه بتبقى ماديه برضو بشكل كبير جدا، يعني هي بتلجا لزوجها وبتخلي الاولاد يلجاوا، ومعظم الامهات كده ان بتخلي ان هم يلجاوا للاب برضه، حتى لو الاب ساعات بيبقى سيء في حالات كتيره جدا، بس هم بيلجاوا له عشان خاطر هم محتاجين فلوس المدارس اللي هم كانوا متعودين عليها واتمنعت، وعشان المحكمه ما بتديش فلوس مدارس الا لما الام تدفع فلوس المدرسه وتجيب الايصالات، وبعد كده ترفع بيها قضيه تطالب بيها، لا إله إلا الله. وبعد وكل كده سنة بقى هي نخش بقى برضه في قضيه، كل سنة وبعد هتاخد كده الإيصالات نخش في ترفع بيها موضوع قضية يا التنفيذ، أستاذ عمر؟ هننفذ وبعد كده هننفذ ازاي؟ بالظبط، يعني يعني بعد هو ما مطلوب خدنا من حكم الأم إن هي التزامه تفضل متبهدلة ومتمرمطة وعمالة تجري ورا الفلوس اللي بتدفعها لأولادها اللي هو أصلا ملزم بيها؟ لدرجه في بعض الزوجات بتملي شيكات في المدارس عشان خاطر تبقى عليها هي مديونيه الفلوس، وبعد كده هي تطالب بالفلوس ديت. الموضوع بيبقى فيه طبعا وقت اكيد ومجهود وقت ومصاريف، ومجهود وبهدله ومرمطه، هتركز مع ولادها ولا هتركز ولازم هي تجري في تدفع المحل؟ الاول في دعاوى المصروفات، لازم تدفع الاول وبعد كده تطالب بايصالات طيب يا استاذ في عمر العلاج معلش في سؤال المصروفات تاني. المدرسيه. ادفع الاول، اصرف الاول، وبعد كده اجيب فواتير علاج اطالب بيها في دعوى ده العلاج. بس ده منتهى الظلم. لو في المصروفات المدرسيه كل دعاوى المصروفات بهذا الشكل. يعني احنا محتاجين بجد القانون ده يتعدل، وبنناشد الجهات المختصة بده، لان ده مستقبل طفل بيضيع بين عند الاب وعند ووجع الام وبهدلتها ومرمطتها، الطفل في النص بيضيع. ما هي لو ما معهاش تدفع المصاريف الاول، ما هي مش هتدخل الولد مدرسة اصلا، يبقى مين اللي بيضيع في النص؟ الطفل. طب يا استاذ عمر دلوقتي هي بتقول ان وقت الرؤية الطفل بيتهدد وبيتبهدل وبيرجع بيترعش وخايف ومبقاش عايز يروح اصلا، وبيقعد يقول الولد هديك بالقلم وهعمل فيك وهسوي فيك وانا بحب ابن مراتي وبدلعه وبجيب له وبعمل له، لغاية ما نفسية الولد بقت متدمرة حرفيا. هل في حاجة في القانون تقول ان احنا ممكن نمنع الاب من رؤية اولاده لوقت معين لصالحهم او لصالح مصلحتهم الشخصية، زي ما حضرتك وضحت لي في الحلقة اللي كنت معايا فيها؟ برضه لو في مستندات بتقولي الكلام دوت، ممكن ترفع دعوة قدام مستندات زي ايه؟ هو المحكمة. ايه اللي هيكون مستند غير ان الطفل يقول ان بابا بيعمل فيا 1 2 3؟ القصة ما هو كأب بيقول ان انا برضه ليا، ما هو ما هي ما بقاهمش عندي دليل على الكلام دوت غير كلام الطفل، والطفل المفروض ان ده مكان عام، هو حقيقي بيحصل الكلام ده، انا مش هقول لك لا،
هو حقيقي معظم الزوجات بتشتكي من بعض الامور اللي بتتم فيها الضغوط، الزوجه بتبعد عشان تتلاشى الاحتكاك معاه، فما بتقعدش على نفس الترابيزه، فبتحاول انها تقعد في مكان بعيد عشان تتلاشى انها تحتك بيه، ويكون في نفس الوقت ده هو عمال يضغط على العيال وممكن يشتمهم. هي لدرجه هي بتقول لي لو راحوا ناحيه الترابيزه بتاعتها يا لهوي بيبقى مانعهم ومخوفهم وبرق لهم راحتهم. المفروض يبقى في الرؤيه بصراحه اخصائيين اجتماعيين يبقى موجودين، يعني طبعا. انا بطالب بده معاكي. هو المشكله ان الامن بتاع النادي او الامن بتاع مركز الشباب هو اللي بيثبت الكلام ده، وفي موظف ما بيبقاش موجود عشان ده بيثبت الحضور، انما مش ما بيبقاش موجود على كل ترابيزه ما بيبقاش شايف. طبعا. طب سؤال تاني، هي دلوقتي بتقول ان هو بيدعي في المحكمه ان انا ما بنفذش الرؤيه، وحضرتك قلت لي ان الرؤيه دي بيكون المفروض في حد موجود متخصص عشان يمضي ان هو ان تمام. هي الام حضرت بالاطفال أكيد. في اليوم ده. تمام طب ازاي هو تمام ايوه بيدعي وبيثبت ان هي ما بتنفذش الرؤية؟ بصي، هو العملية منظمة، هو هي ممكن ما تعرفش بقى الموضوع، بس هو مفروض في اليوم والوقت الحكم. بصي يا استاذة دينا، الحكم بيحدد يوم محدد بعدد ساعات محددة تمام للرؤية في مكان محدد. ايوه هي بتقول ان المكان ده بيبقى فيه امهات كتير مش هي بس. ايوه، فهي حضرتك اول ما بتخش بتثبت انها حضرت الساعه كذا. وهل الموضوع ده ممكن برضو تحصل فيه ألاعيب زي التحريات؟ لا ده دفتر، وممكن اجيب تصريح محكمه واجيب صوره من الدفتر ده. تمام. طب يا استاذ عمر، انا بشكرك جدا. فهي تثبت، بس هي تثبت يا استاذه دينا، تثبت الوقت اللي هي دخلت فيه بالظبط في دفتر الحضور. تمام. وفي دفتر الانصراف تثبت الوقت اللي خرجت فيه بالظبط من دفتر الانصراف. تمام. طيب يا استاذ عمر، انا بشكرك وتعبتك معايا جدا، وهي انا هستأذنك ان هي هتتواصل معاك دايركت، واحنا من البرنامج ومن استاذ عمر هنبقى سبورت ليها وهندعمها وهنفضل معاها لغايه ما نقدر نوصل لها لحلول تجيب حق ولادها وتحافظ على نفسيه ولادها، وفي نفس الوقت تقدر تجيب النفقه اللي تكفي بس ولادها. هي مش عايزه تعيش عيشه زي اللي كانت عايشاها في المانيا، هي طالبه ابسط الحقوق تقدر تعيش بيها هنا في مصر عيشه طبيعيه. تمام يا استاذ عمر، انا تحت امرك يا استاذ دينا. شكرا ليك يا استاذ عمر، واكيد هنتواصل معاك تاني ونشوف وصلنا لفين في المشكله دي ان شاء الله يا استاذ دينا. شكرا ليك، شرفتنا. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك يا فندم. احنا قدام مأساة يا جماعه بتحصل كتير قوي. انت كشبه راجل مالكش علاقه بالرجوله، ما بخلتش ان انت تتجوز وتجيب فيلا وتجيب عربيه وتدلع ابن مراتك وتجيب له هدايا وتجيب له لعب اطفال وتدخله مدارس، لكن بخلت على ابنك وبنتك اللي من صلبك، بخلت على مراتك اللي هي اصلا ام ولادك اللي بتربيهم وبتراعيهم وبتكبرهم وبتاكلهم وبتشربهم. اذنبت في ايه غير ان هي رفضت الاهانه وقالت لك سوري انا مش قادره اتهان اكتر من كده ولا اتعذب اكتر من كده، انا ماشيه. لهنتك ولا زلتك ولا قضيتك، قعدت سنين متحمله قرفك ومتحمله اهانتك ومتحمله ضربك ومتحمله ولادها هم بيشوفوها في وضع مهين، عشان ايه كل ده؟ ويا ريتها ليها ذنب، يا ذنبها الوحيد ان هي حبتك ووثقت فيك واتجوزتك وسافرت معاك، بس هو ده ذنبها ونقطه ومن اول السطر. عشان بس ما اسمعش الرجاله يقولوا لي الاباء هم اللي متمرمطين في قانون الرؤيه والامهات هم اللي مفتريين وبيرفعوا وبيعملوا وبيسوي، لا تعالوا شوفوا الجبروت في اب بيستخدم سلطته وبيستخدم فلوسه في ان هو يقضي على نفسيه ولاده ويفتري عليهم وكمان يحرمهم من فلوسهم ويحرمهم ان هم يجيبوا حاجات شايفينها يعني زي اي طفل عادي. يعني انت دلوقتي بتستخدم فلوسك عشان تحرم طفلك من فلوسك، طب ما الاول الفلوس اللي انت عمال تصرفها وتشتري بيها ده وتشتري بيها ده وتعمل بيها شهادات ان امهم مجنونة، اولا اديهم لولادك. حسبي الله ونعم الوكيل في كل راجل بيهين واحدة ست وبيضربها وبيذلها وبيمرمطها في المحاكم، حسبي الله ونعم الوكيل في كل اب بيحرم ولاده وبيقضي عليهم وبيقضي على نفسيتهم وعلى مستقبلهم عشان هو اناني وعشان هو مفتري وعشان هو جواه طاقة غل وغضب وانتقام بس من الام لمجرد انها رفضت الاهانة. سامحوني يا جماعة لو انفعلت، بس الموضوع فعلا 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 مؤذي نفسيا جدا، مش عارفة اقول ايه.
طبعا احنا هنتابع معاها الحالة ومع استاذ عمر المحامي بالنقض، وهنتابعكم بكل التفاصيل، واي حد عنده مشكلة يبعتلي وما يترددش، وانا ربنا يقدرني واكون سبب في حل مشاكلكم. واستنوني الحلقة الجاية من ضد الرجالة، وتابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي.